بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله. أعزائي الطلبة والطالبات، طلاب الصف الخامس الابتدائي، إن شاء الله النهاردة معنا ريفيجن على يونت 7 and يونت 8، يعني الوحدة السابعة والوحدة الثامنة، كل أسئلة للتشويس اللي ممكن إن شاء الله تجي لنا منها أسئلة الامتحان ولن يخرج عنها الامتحان. كل الأسئلة المتوقعة اللي ممكن تجي لنا على يونت 7 ويونت 8 بالنسبة لسؤال التشويس، ولكن دايما كلنا البداية مع بعض. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. بالنسبة للأسئلة اللي عندنا على يونت 7 اللي متوقع إن شاء الله ما يخرجش عنها الامتحان. Number one, I space no they are all cute. I don't know. عندنا كانت في الconversation في المحادثة. I don't know. أنا لا أعرف. They are all cute. أنا مش عارفة كلهم كويسين. I don't know. Number two. The octopus is slower than. في ER يبقى في than. في ER يبقى في than. Slower than. Than اللي هي THAN. Slower than. Grandpa space bees and corn in the garden. طبعا الجد ايه بالنسبة للبسلة والذرة. grows يعني زرع. grow يعني يزرع. grandpa grows bees and corn in the garden. the cashier is over there. is over. طبعا الجملة هنا ترتيبها خطأ، مفروض ان كلمة هنا النقط في المكان ده. the cashier is over there. طبعا هي choice over. the cashier is over there. the eel is bigger than. الإيل اللي هو الثعبان أكبر من إيه؟ طبعا هنا من الكراب. طبعا الدولفين ضخم، الويل برضو ضخم، الشارك طبعا ضخم جدا. فطبعا the eel اللي هو ثعبان البحر is bigger than the crab. معروف إن الكوبريا دي أصغر حاجة. the dolphin is في إذان يبقى في إيه؟ في ER. الدولفين ده يا ترى smaller ولا bigger؟ ها؟ طبعا الدولفين bigger than the eel. bigger يعني أكبر من الإيل. well it's time to go. it's time to. it's time to. عندنا المصدر go يبقى it's time to go. space one do you want or oh, I don't know. طبعا هنا للتخيير بنقول إيه؟ which one. which one do you want. أيهما تريده. قال له oh I don't know. أنا ما أعرفش. يبقى هنا which one. وطبعا دي كانت عندنا برضو في الconversation. اللي حافظ المحادثة ممكن يحلها بسهولة. please make up your mind. برضو من المحادثة. يعني please يعني قرر أو اتخذ قرارك. it's time to go. ده وقت إن احنا نغادر. يبقى please make up your mind. طبعا معظم الجمل زي ما احنا شايفين معتمدين على اللي حافظين المحادثة ويعرفوا يكونوا عليها جملة. excuse me I am looking for the bathroom. I am looking for يعني بيبحث عن. I am looking for the bathroom يعني ببحث عن الباثروم. طبعا looking for يعني يبحث عن. I am looking for. أنا ببحث عن الباثروم الحمام. the turtle is very. طبعا الترتل معروف ان هي is very ايه؟ is very slow. السلحفاة بطيئة جدا. كلنا عارفين ان الترتل is very slow يعني اقصر او ابطأ الحيوانات. I like the red fish. it's my favorite. انا بحب السمكة الحمراء. it's my favorite يعني المفضلة. favorite يعني المفضل. I am space I need some juice. في جوس عصير يبقى I am ها thirsty. thirsty يعني عطشان. the crab اللي هو الكابوريا is space than the wheel. طبعا الكراب is يا ترى bigger. طبعا لا. faster اسرع برضو لا. slower ابطأ او taller. طبعا slower يعني ابطأ من الحوت. معروف ان الحوت اسرع من اكبر واسرع الحيوانات. the whale is space than the dolphin. طبعا than يبقى فيه ER. كلهم فيهم ER ولكن المعنى معروف ان الويل ده اكبر الحيوانات. يبقى is bigger than. bigger than يعني اكبر من الدولفين. we listened to space in the house. we listened to stories. listen to stories يعني يستمع الى القصص. we listened to stories in the house.
The eel is bigger than الإيل ده أكبر من الكراب، قلنا أكبر من الكراب، لكن دول طبعا كلهم حيوانات ضخمة. My grandpa made space for us and we ate it، عمل لنا إيه؟ حاجة وأكلناها. Made popcorn يعني عمل فشار، made popcorn. The space blew very hard، اللي بتهب بقوة طبعا هنا الويند اللي هي الرياح، the wind blew اللي بتهب اللي هي الرياح، لكن برن حظيرة، كورن ذرة، سكاي سماء. There was a space in the evening it rained وأمطرت. There was a storm يعني كان في عاصفة وأمطرت. There was a storm. The house or the horse lived in the، الحصان lived in the barn يعني في الحظيرة. The horse lived in the barn يعني بيعيش في الحظيرة. I ate spaghetti with a fork، طبعا الاسباجيتي المكرونة بتوكل بالشوكة. I eat spaghetti with a fork بالشوكة. It rained يعني أمطرت and the sky was dark، أو الجو أمطر والسماء كانت dark يعني مظلمة. طبعا لما الدنيا بتمطر فالجو بيبقى مظلم. Go straight يعني امشي في خط مستقيم. The bank is on the left، كلمة left و right بيجي مع حرف الجر on. The bank is on the left. We are going to see marine animals at the، طبعا المارين animals، marine animals للحيوانات البحرية. We are going to see the marine animals at the aquarium، المارين animals الحيوانات البحرية. At the aquarium يعني في معرض الأحياء المائية. The farmer put the corn in the barn، الفارمر الفلاح وضع الذرة في البارن اللي هي الحظيرة. In the barn. Look at the birds in the sky، look at يعني انظر إلى، انظر للطيور في السماء. Look at. We space our grandpa farm last week، طبعا هنا we visited يعني زرنا حديقة أو مزرعة جدي. last week الأسبوع الماضي، يبقى هنا we visited. يبقى دي بالنسبة لكل الأسئلة اللي متوقعة على unit 7. بالنسبة للأسئلة المتوقعة على unit 8، don't worry the giraffe won't hurt you، hurt يعني تؤذي، don't worry يعني ما تقلقش، the giraffe won't hurt you، الزرافة مش هتأذيك. there is a space on the car، there is a monkey on the car، طبعا there is a monkey يوجد قرد على السيارة، لكن منفعش يطلع طبعا فيل على السيارة ولا جيراف زرافة ولا ماونتين جبل. there is a monkey on the car. look at the sky، انظر إلى السماء. there are a lot of clouds، clouds يعني سحب. there are a lot of clouds. the monkey is going away، going away يعني مشى أو ابتعد. The monkey isn't cute، المونكي القرد ده مش لطيف. It's scary، scary يعني مرعب. It's scary. Hani is going to take a picture، Hani is going to take a picture يعني سوف يلتقط صورة. Hani is going to take a picture. Space give us milk، cows، cows give us milk، cows give us milk، طبعا الأبقار بتمدنا بالملك. That I guess that طبعا هنا guess what، that طبعا هنا علامة تعجب. that guess what there is a monkey on the car، طبعا اللي حافظ المحادثة هيأجب الجمل دي بسهولة جدا. that guess what there is a mouse on the bed، ولا in at ولا in ولا under ولا next، طبعا under the bed. there is a mouse يعني يوجد فار under the bed تحت السرير. the elephant الفيل and the lion are animals، طبعا ال elephant الفيل والأسد دي animals حيوانات، لكن طبعا people يعني ناس، planets يعني كواكب، birds يعني طيور. we can see space at the safari park، السفاري بارك ممكن نشاهد فيها اللايونز اللي هو الأسودة، ولكن الشاركس، الدولفينز، الكرابس، at the aquarium يعني في معرض الأحياء المائية.
The space is fat and has a long nose. يعني سمين وليه طبعا أنف طويلة اللي هو مين؟ Elephant الفيل طبعا ضخم و has a long nose. Space one is the thinnest, the snake. في المقارنة والتفضيل بنسأل بأداة الاستفهام إيه؟ Which. Which one is the thinnest, the snake. The cheetah is the fastest. معروف إن التشيتا is the fastest animal يعني أسرع الحيوانات. Is the fastest. The cheetah is the fastest. The turtle معروف إن الترتل is the slowest يعني الأبطأ. An elephant is bigger في ER يبقى في إيه؟ في زان. An elephant is bigger than. The shark is the slowest, is the fastest, faster, slowest, smallest. طبعا هنا the fastest sea animal. الشارك ده أسرع الحيوانات البحرية، لكن ما ينفعش نقول slowest أبطأها ولا smallest أصغرها، وعشان وجود الذا يبقى نجيب الصفة اللي فيها est. ما ينفعش نقول faster لأن لو faster يبقى فيه زان. My sister is wearing a nice gown. أختي لا مرتدية nice gown يعني فستان جميل. عندنا gown يعني فستان. My uncle lives in a small town يعني مدينة، بيعيش في مدينة صغيرة. لكن office مكتب، school مدرسة، hospital مستشفى، طبعا دي أماكن فقط. Which one is the fattest؟ أيهما أسمن؟ طبعا في ذا يبقى في est، في ذا يبقى في est fattest. The man is shouting، الرجل بيصيح. His space is open، his hand، his leg، his mouth، his nose. طبعا بيصيح يبقى فمه. The mouse اللي هو الفأر. The mouse is space the mountain. The mouse الفأر is climbing يتسلق الجبل. The mouse is climbing the mountain. The space likes bananas اللي بيحب البنانز عندنا طبعا الشمبانزي. الشمبانزي اللي هو شمبانزي. The chimpanzee likes bananas. The giraffe is the tallest. الزرافة الأطول. But the space is the longest. ولكن الأطول مين؟ The snake. طبعا معروف إن التعبان طويل بالعرض ولكن الزرافة طويلة بالارتفاع. يبقى the giraffe is the tallest. But the snake is the longest. Sammy space don't pick flowers. Sammy shouted. Sammy صرخ أو صاح وقال don't pick flowers يعني لا تقطف الزهور. The tall giraffe, الزرافة الطويلة is eating some. طبعا الزرافة الطويلة تأكل إيه؟ leaves يعني أوراق، أوراق الشجر. طبعا الزرافة طويلة بتأكلها من على الأشجار. I like kebab, it's delicious. أنا بحب الكباب، it's delicious لأنه لذيذ. The cows like eating. الأبقار بتحب تأكل flower, cloud, grass اللي هو العشب. يبقى عندنا the cows like eating grass. The elephant is a space animal. The elephant is a big animal. ناخد بالنا ان دي جملة وصفية وليست مقارنة. The elephant is a big animal. يعني الفيل big animal يعني حيوان ضخم. ومن هنا وصلنا لنهاية حلقتنا. أتمنى التوفيق والنجاح للجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.